من قناة الجديد في بيروت مساء الخير في السادس من أكتوبر عام واحد وثمانين اختال الضابط خالد الإسلامبولي الرئيس المصري أنور السادات وفيما شكك مصريون في ارتفاع روح خالد إلى السماء وفي حقيقة إعدامه كانت إيران ترفع اسمه على أحد الشوارع الرئيسة في العاصمة طهران ما كان سببا آخر في انقطاع العلاقة بين مصر وإيران اليوم وبعد اكثر من ثلاثين عاما على القطيعه يبادر الرئيس محمد مرسي ابن بيئه خالد الاسلامبولي الاخوانيه الى تدشين خط العلاقه الجديده من بوابه قمه عدم الانحياز هي علاقه جمدت منذ الثوره الاسلاميه عام 79 التي قادها الامام الخميني بعدما احتضنت القاهره نظام الشاه محمد رضا بهلوي وساءت مع توقيع اتفاقيه كام ديفيد كل هذا التاريخ وضعه مرسي وراءه وبدا مع طهران مرحله جديده عنوانها سوري وايران في المقابل كانت مستعده لسماع خطابه المنتقد لنظام الاسد او انها غضت الطرف عن بعض العبارات تقديرا لجهوده في الحل السياسي وتثمينا لانهائه القطيعه السياسيه معها انتقاد مرسي في قمه عدم الانحياز طاول ما سماه نظاما قمعيا وقال ان التضامن مع نضال ابناء سوريا ضد هذا النظام واجب اخلاقي انسحب الوفد السوري من القاعه عند هذا الوصف استنكارا لموقف الرئيس محمد مرسي على اعتبار ان النظام السوري يعاني خدش حياه اذا ما سمع اوصافه تتلى مباشره على الهواء وفي القمه تمثلت اسرائيل وامريكا بشخصيه واحده يلعبها جيفري فلتمان المعين على خاصره بنك مون للتجسس عليه ومن خلاله على العالم وبعبوس وتجهم مصطنعين حضر فلتمان لقاء الامام الخامنئي وبنكيمون ليلة امس قبل ان يشارك اليوم الى جانب الامين العام للامم المتحده في قمه عدم الانحياز التي شهدت صراعا دوليا ايرانيا عنيفا عبر مداخلتي الخامنئي وبنكيمون. دافع المسؤول الاممي عن حق اسرائيل في الوجود وانتقد خطابات احمد نجاد حيال ازاله الكيان الصهيوني. لكن المرشد كان صوته اعلى فهاجم مجلس الامن الظالم الذي تستغله الولايات المتحده مجلس الامن كان في هذا الوقت يجدد للقوات الدوليه العامله في لبنان ومن نيويورك اعلن ان رئيس الحكومه نجيب ميقاتي سوف يمثل لبنان في اعمال الجمعيه العامه للامم المتحده وعلى ضفة المخطوفين اللبنانيين العشرة في الجانب التركي من سوريا برز تطور اليوم بزيارة وفد العلماء المسلمين لإسطنبول وهو ما كان ليحدث لولا ظهور علائم إيجابية في هذا الملف تركيا التي كانت تعاني طرش أذن رئيسها عبد الله جول يبدو أنها تعافت مع خروج جول من المستشفى ما يسمح لها بمزاولة نشاطها وضغطها على الخاطفين الذين هم طوع بنانها